الحمد لله رب العالمين، أحمده له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من آيات الذكر الحكيم في سورة النساء، ونقف على بعض معاني ما نقرأ، ثم نقرأ ما كتبه الإمام البخاري في شأن تلك الآيات. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. هذه الآيات الكريمات هي تعقيب على ما كان يقوله أهل الكتاب في استغرابهم واستنكارهم ما جاء به خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أهل الكتاب كانوا يرقبون مجيء الرسالة، لكنهم يزعمون أنه منهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق والنور المبين الذي عرفوه وعرفوا علاماته معرفة غاية العلم والمعرفة، حتى عرفوه أكثر مما يعرفون أبناءهم وأنه الحق من الله، كذبوه ولم يؤمن به منهم إلا طائفة، وأكثرهم ردوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وادعوا أن الله ما أنزل على بشر من غيرهم من شيء، بل عاضدوا أهل الشرك الذين كفروا بالله وقالوا هم خير من محمد ومن معه من أهل التوحيد الذي يعرفونه ويعرفون مطابقته وموافقته لما جاءت به الرسل قبله. فقال الله تعالى: إنا أوحينا إليك، والوحي هو الإعلام الخفي السريع، وله صور عديدة، منه ما يكون تكليما، ومنه ما يكون بواسطة رسول، ومنه ما يكون مباشرة يقذفه الله تعالى في قلب من أوحى إليه بلا واسطة، وكل ذلك مما يندرج في معنى الوحي. والوحي يكون للنبيين ويكون لغيرهم من خلق الله، إلا أن وحي النبيين أرفع وأعلى وأشرف وأهم وأخطر من الوحي لغيرهم، فقد أخبر الله تعالى بأنه أوحى إلى النحل
وهو ما ألهمها إياه وفطرها عليه، وأخبر أنه أوحى إلى أم موسى، وهذا الوحي كله ليس وحي رسالة ولا نبوة، إنما هو إعلام يحصل به تحقيق مصالح ومنافع وخيرات ووقاية شرور للموحى إليهم، لكن وحي الرسل مختلف. ولذلك ميز الله تعالى وحي الرسل بذكره على وجه التشريف والتكريم والتنويه بمن خص بذلك من بين البشر. يقول الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفيهم بعلمه وحكمته، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو أعلم بمن يستحق أن يكون محلا لوحيه ورسولا بينه وبين خلقه. يقول الله لرسوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، إلى آخر الآية ممن ذكرهم الله تعالى من النبيين، أي أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى ودين الحق ليس شيئا مبتدعا ولا شيئا مبتكرا ولا شيئا لم يكن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه سلف، بل هو مما كان في الأمم السابقة ويعرفه أهل الكتاب كما يعرفه البشر كلهم، فإنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير. فمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي بمنكر من القول وزور، ولم يكن بدعا من الرسل، بل كان كالرسل السابقين فيما أوحاه الله تعالى إليه من الهداية التي يخرج الله تعالى بها من يشاء من عباده من الظلمات إلى النور. فكان وحيه سبحانه وبحمده لرسوله نظير ما أوحى للنبيين من قبله، فليس ثمة غرابة ولا ما يوجب الإنكار والرد، بل كان صلى الله عليه وسلم على هدي من تقدم من المرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، فكان سائرا على طريقهم جاريا على سنة الله تعالى فيهم، فلم يكن بدعا من الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فلما أخبر الله تعالى عن أن الوحي الذي أوحاه إليه كوحيه لمن تقدم من الرسل ذكر جملة منهم، إلا أننا نحتاج إلى أن نقف عند قوله: كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. التشبيه هنا ليس في تفاصيل الشريعة ولا في فضل الوحي، إنما في أصله، أي أن الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليه كالوحي إلى الرسل السابقين، لكن وحيه صلى الله عليه وسلم مختلف، فقد أوحى إليه جل وعلا وحياً لم يشركه فيه أحد من الرسل، فخصه بأشرف الكتب. أوحى إليه القرآن الذي هو أعظم ما أنزله الله على الرسل من الكتب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من نبي إلا آتاه الله من الآيات ما على مثله آمن البشر، يعني أعطاه براهين ودلائل ومعجزات تحمل الناس على تصديقه، يتبين بها صدقه. ثم لما ذكر ما كان من آيات المرسلين ذكر ما خصه الله به رب العالمين، فقال: وكان الذي أوتيته، يعني الذي خصني الله به دون سائر المرسلين، وحياً أوحاه الله إلي، وحياً أوحاه الله إلي وهو القرآن. وقد أوحى الله كما أخبر في هذه الآية إلى غيره، لكن الوحي الذي تميز به النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء والرسل أنه آية محفوظة
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، على تعاقب العصور والدهور، أنه شمل ما يحتاجه الناس على وجه الكمال في العقائد وفي الأحكام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فليس ثمة أكمل في بيان العقائد ولا في تفاصيل الأحكام من كتاب رب العالمين. وكذلك هو أعظم الكتب تأثيراً، قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم إيش؟ يتذكرون. وقال جل وعلا: ولو أن قرآناً سيرت به الأرض أو قطعت به الجبال، ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، يعني لكان هذا القرآن، لو كان ثمة شيء يقرأ فتسير الجبال من أماكنها وتقطع الأرض بهذا الذي يقرأ لكان القرآن. وهذا لعظيم تأثيره وكبير ما فيه من الآيات والبراهين والنفوذ حتى في الجمادات. وهذا ليس في شيء من الكتب المتقدمة. وخصائص القرآن ومزاياه وما خصه الله تعالى به أكثر من أن نحيط بها في هذه العجالة، إنما المراد هو التنبيه إلى أن قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أن التشبيه هنا هو في أصل الوحي لا في فضل الموحى به ولا في إتقانه ولا في كمال أحكامه ولا في عموم خطابه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من النبيين قبلي، وذكر منها: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فهذا القرآن خطاب للبشرية عبر العصور وعلى اختلاف أحوالهم، ولا حد له لا مكاناً ولا زماناً، فإنه خطاب لكل الناس: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً. فنذارته وتأثيره ليس خاصاً بفئة دون فئة ولا بزمان دون زمان، بل هو عام لكل البشرية. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، خص نوحاً بالذكر وبدأ به قبل غيره من المرسلين لأنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، كما جاء ذلك في حديث الشفاعة. فإن الناس يوم القيامة يأتون نوحاً عليه السلام ويقولون له فيما يقولون بين يدي طلبهم أن يشفع عند الله عز وجل في فصل القضاء، يقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وهو أبو البشرية الثاني أبو الأنبياء. ونوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، قدمه الله تعالى ذكراً لأجل هذه المعاني. قوله: والنبيين من بعده، لأن جميع النبيين جاءوا من نسله، فهو أبو الأنبياء الأول. ثم ذكر قال: وأوحينا إلى إبراهيم وهو أبو الأنبياء الثاني. فإن غالب الأنبياء بل كل الأنبياء بعد إبراهيم هم من ذريته وتفرعوا منه، ولذلك سمي عليه السلام بأبي الأنبياء الثاني، ويقصدون بالأب الأول نوحاً عليه السلام. وذلك أن الرسل كانوا في ذريته. ثم ذكر بعد إبراهيم، وإبراهيم قدمه في الذكر لأنه أشرف الأنبياء وهو من أولي العزم من الرسل، وعنه تفرع النبيون، ولذلك كل من جاء بعده هو من ذريته عليه السلام. قال تعالى: وإسماعيل وإسحاق وهما ابناه المباشران،
ويعقوب وهو حفيده، والأسباط وهم أبناء يعقوب، وعيسى وقدمه ذكرا على بقية النبيين للتنويه بمقامه وأنه رفيع المنزلة، فهو من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الله تعالى جملة من النبيين، قال: وأيوب ويونس وهارون وسليمان، كل هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل. وقد اختلف في يونس عليه السلام أهو من بني إسرائيل أم أنه سابق لنوح، فقيل إنه جد نوح أو من أجداده، إلا أن ظاهر آيات الكتاب الحكيم أن يونس عليه السلام من ذرية نوح وليس سابقا له. وقد ذكر الله جل وعلا نوحا عليه السلام في جملة من ذكر من أنبياء بني إسرائيل، فكان هذا دليلا على أنه من أنبياء بني إسرائيل، وليس ثمة ما يثبت أن نوحا عليه أن يونس عليه السلام كان سابقا لنوح أو أنه أب له. والمقصود أن يونس عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل فيما يظهر في سياق الآية في سياق القرآن ودلالاته. قال جل وعلا: وسليمان، ثم قال: وآتينا داود زبورا. قدم سليمان على داود لبيان ما اختص الله تعالى به داود من إتيان الزبور، وهو من كتب الله التي أنزلها على النبيين. وقد سمى الله تعالى في كتابه عدة كتب، سمى التوراة وهو الذي أوتيه من؟ موسى، والإنجيل وهو الذي أنزل على عيسى عليه السلام، وصحف إبراهيم، وزبور داود عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه أربع كتب ذكرها الله بالاسم في محكم كتابه، أشرف الكتب التي أنزلها الله على النبيين بعد القرآن التوراة. ولذلك يذكر الله تعالى التوراة مع القرآن في كثير من المواضع، فهو أشرف الكتب التي أنزلها الله تعالى على الرسل، إلا أن جميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على المرسلين لم يبق منها محفوظ من التبديل والتغيير، بل كلها طرأ عليه من التغيير والتبديل ما أسقط الاحتجاج بها واستدعى أن يبعث الله رسولاً ليجدد للناس دينهم. ولما كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كان كتابه محفوظاً، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال تعالى بعد أن سمى من سمى من الأنبياء الذين يقر بهم بنو إسرائيل ويعرفونهم ويؤمنون بهم سواء اليهود والنصارى، إلا أن اليهود لا يؤمنون بنبوة عيسى ولا يؤمنون بنبوة سليمان، بل يعدونه ملكا من الملوك. وعلى كل حال جملة من ذكر الله تعالى هم ممن يقر بنو إسرائيل من اليهود والنصارى بنبوتهم. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك، يعني غير هؤلاء المذكورين. ومجمل من ذكر الله تعالى في القرآن من الرسل قريب من 23 رسولا صلوات الله وسلامه عليهم، هم الذين سماهم وقص أسماءهم وفصل بعض أخبارهم في كتابه الحكيم. ورسلا قد قصصناهم عليك، ورسلا من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك، أي لم يأتي خبرهم في القرآن ولا في خبر سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. والواجب على المؤمن فيما يتعلق بالإيمان بالرسل
أن يؤمن بكل رسول أرسله الله تعالى. من سماه الله في كتابه آمن بنبوته ورسالته، ومن لم يسمه الله تعالى فإننا نؤمن بأن الله قد أرسل رسلاً كثيرين، كما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فما من أمة وطائفة من الناس وجماعة عبر التاريخ إلا وبعث فيهم الله تعالى نذيراً ورسولاً يعرفهم بالله ويدلهم عليه ويبين لهم الحق الذي لله عليهم. قال الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر من الرسل إجمالاً وتفصيلاً، قال: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما، هذا بيان لما اختص الله تعالى به موسى عليه السلام من الوحي. فإن الله تعالى خص موسى عليه السلام بأن كلمه تكليما، وأكد هذا المعنى جل وعلا تأكيدا ينفي كل توهم عدم إرادة حقيقة الكلام أو أنه مجاز أو نحو ذلك مما يؤوله إليه من يحرف الكلمة عن مواضعه. فقال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، وهذا تأكيد لما خص الله تعالى به موسى. موسى عليه السلام أوحى الله تعالى إليه، والذي خصه الله به دون سائر النبيين أن الله ابتدأ الوحي إليه بالتكليم مباشرة. هذا الذي خص الله به موسى دون سائر النبيين، بدأت رسالته بتكليم الله عز وجل، كما قص الله تعالى ذلك في غير موضع من آيات الكتاب الحكيم: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فتميزت رسالة موسى وخصه الله بهذا، وهو ابتداء تكليمه. وهذا التكليم هو سبب وصف موسى عليه السلام بأنه كليم الرحمن، بأنه كليم الرحمن، لأن الله خصه بابتداء الرسالة بالتكليم. هل كلم الله جل وعلا غيره؟ الجواب نعم، كلم الله تعالى جملة من الرسل، ولكن الذي تميز به موسى عليه السلام أن الله تعالى ابتدأ الوحي إليه بالكلام، فكان هذا مما خص الله تعالى به موسى دون سائر المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً. وقد بيّن الله تعالى كيف يوحي إلى الرسل، فقال جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي إعلاما سريعا أو من وراء حجاب، أي دون أن يكلمه مباشرة لكن بينه وبينه حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقد جرى كل هذا للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنبينا محمد كلمه الله، بل له من الخاصية في تكليم الله عز وجل مباشرة ما ليس لغيره، فقد كلمه ليلة المعراج، ليس بينه وبينه وسيط سبحانه وبحمده، فسمع كلام الرب جل في علاه وأعلى منزلته حيث سمع صريف الأقلام، يعني صوت الأقلام التي تكتب الوحي، وهذا علو رفيع لم يبلغه أحد من الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل له هذا النوع من الوحي، والذي اختص به موسى أن الله ابتدأ الوحي إليه بالكلام. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإن أول الوحي الذي أوحي إليه ما ذكره أهل الصحاح من أنه جاءه الملك وهو في الغار فضمه فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ.
قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فنبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، فكان ابتداء الوحي إليه بالواسطة بالرسول وهو جبريل عليه السلام. فالمقصود أن ذكره جل وعلا هنا لتكليم موسى هو بيان ما اختص به من تكليم الرحمن له سبحانه وبحمده. وهذه الآية دالة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهي صفة دل عليها القرآن والسنة وأجمع عليها سلف الأمة، والآثار فيها أكثر من أن تحصر، وكلامه حقيقة بحرف وصوت. وقد أخبر الله تعالى عن ندائه وعن نجائه، والنداء هو الكلام بالصوت العالي، والنجاء هو الكلام بالصوت الخافت الذي يكون مسارة. فنوع الله تعالى إثبات ذلك، ولهذا يعتقد أهل السنة والجماعة ما دل عليه القرآن من أن القرآن كلام الله، من أن القرآن كلام الله جل في علاه. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وذكر الله تعالى عن اليهود أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، والكلم المقصود به كلام رب العالمين جل في علاه. قال جل في علاه: وكلم الله موسى تكليما. وهذا بيان ما خص به موسى على غيره من الرسل. بعد ذلك قال: رسلا، يعني كل هؤلاء الذين ذكر ومن لم يقصص علينا خبره، رسلا ما هي مهمتهم؟ قال: مبشرين ومنذرين، يبشرون أهل الإيمان بعظيم الفضل وكبير الإحسان، ومنذرين من العقوبات والمثلات العاجلة والآجلة، فهم يجمعون بين الأمرين، بين البشارة والنذارة. قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا من لطف الله بعباده، أن قطع عنهم العذار، قطع عنهم العذار بإقامة الحجة ببعثة الرسل. وليس أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه، ليس أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه. ولذلك بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما.